حكايتنا النهاردة عن الفنانة الكبيرة هياتم اللي قررت قبل وفاتها إنها تسجل مذكراتها بحلقات تلفزيونية، لكن شخصيات كبيرة جدا في مصر والوطن العربي كانت واقفة قصاد تسجيل المذكرات دي، وكمان هددوا هياتم بالقتل. ليه هياتم خافت إن هي تعمل مذكراتها ومن هم الشخصيات اللي هددوا هياتم بالقتل؟ لو عايزين تعرفوا تفاصيل الحكاية تابعوا معانا الفيديو للنهاية. سهير حسن أحمد اتولدت يوم 22 يوليو عام 1948. أبوها كان طبال في الأفراح، لكن كان عنده شهرة كبيرة جدا. سهير كان عندها أخت أكبر منها، لكن أبوها اكتشف موهبة الرقص في سهير وقرر إن هو يشغلها في الأفراح رقاصة، ولما بدأت تشتهر قرر إن هو ياخدها للقاهرة بحثًا عن الشهرة وشغلها في الكباريهات والملاهي الليلية وغير اسمها إلى هياتم، واشتهرت جدا لدرجة إنها كانت بتطلب للرقص في حفلات رجال الأعمال والرؤساء وكمان الوزراء، وكمان أرسل إليها أمير دولة عربية طائرة خاصة لترقص ليه في قصره في حفل خاص بيه. عام 1971 تقريبا هياتم وقتها كان عندها 23 سنة، شافها المخرج أحمد ضياء الدين في الكباريه وهي بترقص، طلب منها إن هي تشاركه في فيلم ثم تشرق الشمس بطولة الفنان رشدي أباظة، ودي كانت بدايتها في السينما، وبعد كده توالت عليها الأعمال السينمائية. وقتها كان أبوها هو مدير أعمالها، وتزوجت هياتم من رجل أعمال شهير جدا وأنشأ ليها شركة إنتاج وأنتج ليها عدة أفلام، وكانت بتاخد أرباح الأفلام كلها ليها. وتزوجت بعدها هياتم 17 مرة، 3 زيجات رسمي وباقي الزيجات كانت عرفي. من أشهر أزواجها الكابتن محمود الخواجة لاعب الكورة الشهير. اتعرف عن الفنانة هياتم ان هي بتعمل مشاكل كتير داخل الوسط الفني مع زمايلها، ومن اشهر الخلافات اللي حصلت ما بينها وما بين الفنانة ماجدة الخطيبة عام 1997، لما قررت الفنانة ماجدة الخطيب انتاج مسرحية يا انا يا انت من بطولتها ومن بطولة الفنانة هياتم، لكن اتأخرت ماجدة الخطيب في دفع اجر هياتم عدة ايام. قررت هياتم ان هي تضرب الفنانة ماجدة الخطيب على خشبة المسرح قصاد الجمهور، وبالفعل ضربت الفنانة ماجدة بالجزمة وكسرت ليها درعها وطلبت فلوسها قدام الجمهور، وما سابتش ماجدة غير لما ماجدة طلبت من المساعدين بتوعها يجيبوا فلوس من المكتب بتاعها ويدفعوها لهياتم على خشبة المسرح. وقتها كان ماجدة الخطيب اتكسر درعها. قبل وفاة هياتم بعدة سنوات اتعرض عليها عرض من قناة عربية شهيرة جدا، والعرض دوت عبارة ان هي تسجل مذكراتها في حلقات متلفزة بمقابل مادي 20 مليون جنيه، واخدت 3 مليون جنيه كعربون. ولكن بعد عدة أيام اتصل عليها صاحب القناة ولغى الاتفاق لأن تم تهديده بغلق القناة وقتل هياتم. لكن هياتم في حلقة من برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس قالت إن هي تزوجت من شخصية عربية من الأسرة المالكة من أحد الدول العربية، ولم تذكر اسم الدولة العربية، وقالت إن كان مهرها عبارة عن قصر في سويسرا، وعاشت مع هذه الشخصية لمدة سنة. وتزوجت بعدها شخصيات سياسية من مصر والدول العربية، وكانت كل جوازة بتقعد تقريبا 15 يوم، وكانت بتسافر لأزواجها بطائرة خاصة. وقالت إن هي هتعمل مذكراتها في كتاب وهتقول فيها أسماء أزواجها وهتقول تفاصيل كل الجوازات اللي هي اتجوزتها، لكن تلقت تهديد بالقتل مرة تانية فما عملتش الكتاب ولا عملت المذكرات بتاعتها. ولما وصلت هياتم عمر 70 عام أصيبت بسرطان القولون وتوفت بعد معاناة مع مرض السرطان. رحمة الله تعالى على الفنانة الكبيرة هياتم.